واحدة من أقوى بطولات العالم لكرة اليد، كأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب. الزمالك بطل إفريقيا، وبرشلونة الإسباني بطل أوروبا، وألبرغ الدنماركي، والوحدة السعودية. 10 فرق يتنافسون من أجل حصد اللقب. الملاعب السعودية تحتضن النسخة 23 من بطولة سوبر جلوب في الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر 2021 على شاشة قنوات أون تايم سبورتس.